وينك؟ انا غالب شنو ما خدمه ليه خدمه قول خاطر انت خطبت هذاك علاش لا والله لا بعد ليش هو خاطر قبل كنا نحكيو برشا تو ما عادش ملي خطبت ما عادش اي ما هو هكا الوقت كنا صغار يعني ما كبرت عملت عقل معناتها كان ناحيتها شفت الدونتيست ناحيتها باهي اسمعني شيبو امام اون فيت انا بون صحيح عندي برشا ما كلمتكش وكل ما شيء ما حبيت نقول لك اللي انا راني ديما نخمم فيك وما نسيتكش معناها ترى ديما نشوف لك لي ستوري نتاعك كل ما شيء ما عندي موضوع هذاك علاش كلمتك عليه اليوم نحب نحكيه لك معناها فاضي ما هو مريقل والله اي فاضي فاضي بي اسمعني شهيب حبيت نقول لك اللي انا نحبك برشا والله حتى انا نحبك انا نحبك شنو نحبك نحبك ماني صحيح احنا صحاب وعنا برشا ما يعني شنو تفضل لك نحكي بالرسمي ماني يجي نحكي بالرسمي تو شهيب نكلم فيك تويك اكيد ماني مش باش نفدلك معاك تعرف بالقدا اللي تفدلكنا مش هكا ماني في بالي باهي انت شنو رايك في الموضوع فهمتني ولا ايه تو شنو نقولوا هنا بير معناها؟ ما عرفتش كيفاش خممت انت ما فهمتش. هي شنو؟ احنا طول عمرنا صحاب معناها وتعرف معناها ونتعرف معاك معناها كي اختي معناها الموضوع. ليه نعرف اللي احنا صحاب ما كي جيت نخمت بدلت الرؤيه شويه معناها ريتني احنا نجموا نعملوا حكايه مع بعض. اه كيفاش هي مش نسمع في مخ هكا خممت بيني وبين روحي كذا عملت مراجعات وفزيت قلت ما نشرقوش على بعضنا اصحاب ما نشرقو في رياسيون هكا بالحق في بالك تعرف انا شنو ولا كيفاش في شي هي بنعرف اللي انت ما عندكش برشا خطبت وكذا ورا في ستوريات ما غرت يا اخي سبحان الله تعرف اللي نحكي لك انا قبل كي كنا اصحاب تعرف نحكي لك معناها قبل ما تولي خطيبتي كنا نحكي اصحاب وتعرف معناها شكنت نحكي لك هي اوكي مريقل ما انت شنو رايك معناها نحب راي انا اسمعني راه ما كلمتك عندي مده راني نخمم في الموضوع معناها شجاعه كبيره لفت اني كلمتك راه افهم الو اسمعني الموضوع ماهوش تاع تليفون على بيبر مش فاهم انا كيفاش مش ما نعرفش ماهوش تاع تليفون راه الموضوع تحكي فيه اي ما كيفاش شنو تحب معناها نتقابلوا ولا كيفاه يا شي انا عندي موضوع طب شنو نعمل بعد تنكن لا اصدم الطفل دوك نعاود نذكر كانت عقوبه عملناها سمحنا ربي براي حاجه صعيبه نعرفها عقوبه لانك خسرت باش تتعلموا تجاوبوا على المسابقات وتعملوا شويه ثقافه عامه انه ربي طلبت شخص اخترته لها انا من التليفون قالت له نحبك شخص مازال كيخطب شيبو شيبو تقول له سايب عليك لما قلت له سايب عليك خطفت الرجال نحب لا بلال عندكم نمرو رمزي هل تعلم عقوبة سفيان انه يطلب اخترت له انا رمزي هل تعلم تطلب منه يلزم في نص دقيقة سفيان 500 دينار ما نجمش 400 300 امشي وطيح معاه لوجيكمون يوافق باش تربح العقوبة يطلبوه من تليفونه لا رمزي كان عنده بالحق ما يخلينيش بصراحة لا يطلبوه من الإدارة مني باش يعرف هو معناتها من الإدارة طالبوا من نمرو في بلاتو رمزي فاصل إشهاري ثم نرجعوا نطلبوا رمزي هل تعلم تسمعونا
اهلا وسهلا بكم في ديما لاباس على الديوان فهم، نقعدوا معكم حتى للسبعه. يلا عقوبه على البارح، دونك باش نطلبوا رمزي، هل تعلم؟ باش تطلب منه 500 دينار. نشوفوا التليفون. ربيب عقوبتها يعطيك الصحه، نفرت العقوبه. طلبت واحد قتل نحبك، علق عليها التليفون. كيفاش باش نسلك؟ لحظه. وي الو. وي يا رمزي، الدهشوش معك. الدهشوش داش وينك يا صاحبي؟ وينك يا صاحبي؟ لا تسهل، لا تقول وين الداش، لا شفتك وين غاتس. والله يخص داش مش، والله يخص شويه بالخدمه راك تعرف. والله وينك يا صاحبي انت؟ شو تونسي ولا شخصي؟ لا لا، في تونس. في تونس. انت ما عاد ماكم عاد بلاتو جديد في اللاك عاد. اي لا صاحبي، الدنيا والشيخ. ها اي ان شاء الله تفرد الامور شويه، ان شاء الله تبدا. لبس لبس صاحبي لبس. اسمع اسمع، مش ما نطولش عليك برشا. ماك تعرف مكسور شويه، عندي شويه، عندي شويه كريدي. شويه كريدي بكره، ومنه زاد جاتني ورقه الضوء النهارين بليزين. لقاش عندك؟ لقاش عندك 500؟ 500,000 من 500 فرنك. والله بوه دي شويه الامور هاك تشوف، ما زاد ديجا حتى الخدمه كدينا تو ما رجعت الامور هكا برشا برشا. لكن يا صاحبي والله شو نقول لك، معناتها الامور مقبوله. اسمعني 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 صاحبي. يرجعوا لك راهو النهارين راهو باش يصبوا، قدرة ربي النهارين باش يصبوا. والله طلبتني هذه في وقت انا معناتها كلي والله قد مقبوله. يدور في احوالك يا سيدي، هات 400. والله والله هذه حشمتني، والله اول مره انت معناتها تقصدني، معناتها مش عارف. والله هذه حتى 400 زيد، والله لا 300. هات 300 هات 300 اسفين. والله حتى شاريه طولة تصبتها، ما زلت راني نستنى من عشك انا تخرين النجم راهو نديفاني كما تويك. والله كيف هات حتى 20,000. ها ما نلقاش عندك 20؟ والله 20 ايه نجم نصرف لك 20 30 نجم. معناتها والله كم 200 و300 يا صاحبي، تويك كيبسه على الاخر برشا يا اخي. والله باهي ربي يفضلك، اعطينا 20 مش باش ترجعك معناها. ما يسالش لا بيناتنا يا اخي، صلي على النبي يا اخي. 20 30 40 الف ما حتى شيء، نورمال نجم نصرف فيه، فهمت؟ اما والله هذا مونتون كبير، تعرف الايمات كبسه شويه يا اخي. والله لا كبسه ولا كبسه الامور وتو ها كبسه. لا والله كبسه، والله كبسه. ان شاء الله ان شاء الله يصبوا. اوكي يا صاحبي يا حبيبي، اي تكلم بالله خلينا نشوفوك بعد الريد. خلينا انا ديجا كلمتك ب 20 درهم باش تعطيهم. لا 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 مش تو وقتاش تحب، انا النورمال 20 30 نجم نتصرف فيهم، راني مقدور عليه. باهي باهي ربي يفضلك، عايشك عايشك. خويا هذا يا صاحبي، خلينا نشوفوك يا حبيبي. اوكي يا صاحبي، باي باي، تشاو تشاو. اخي طليب ياسين من 500. نعاود نذكر دونك زوز فشلوا في العقوبه، ولكن انت علق عليك ديش ما نجمش من صديق. انا اخترت رمزي تعلم خاطر نعرفهم اصحاب، ما نجمش يسلكوا طبيعي. رمزي اكيد ما عندوش بدال. صب واختار. اختار شنو؟ قد ما تحب نكلم انا رمزي تو نسكتوا، نكلم رمزي نقول له سلفني سلفني. انت تتكلم رمزي توي كي اي جربه انا قداش تسد صحبتكم في 20 ولا 30 ولا 50 ينجم يشلوش اموره في هذوما. قداش تقول له بدال؟ باش نقول له 350 دينار. 500 دينار اللي اكثر من المونطون اللي طلبته انت، باش نقول له 500 دينار. نطلبوه توا ولا نوخروا شويه؟ وصلت تو تو عادي، ما يشكش. نعاودوا نطلبوا رمزي، هل تعلم؟ مش تجي لك الدرجه. مش اسمع سفيان، لو كان رمزي يوافق باش يعطي قاعد كان رمزي يعطيه حتى. انا نعرف الحس نتاعو. شوف شوف كلمة السر، ثبت كلمة السر باش نقولها له. بلال في نص دقيقة في ساعة باش نبداو. تحدي غريب عملوا بلال. تحدي غريب فشل معلينا ور. تحدي غريب، دونك شنو نطلبوا رمزي هل تعلم مرة أخرى، باش نطلبوا بلال بنصيروا بنمرو اخر تطلبوه. وي يا رمزي يا بلبل، وينك يا غالي؟ سافا شنو امورك؟ تي وينك؟ خير مش متفاهمين ولا باش تقابلوا؟ والله هاني غاطس، والله غاطس فك السيت كوم يا رمزي، ماني قلت لك هاني حاضر في السيت كوم. ربي معاك، عايش خويا، ربي معاك. اسمعني قريبش قريبش قريب قريب، اسمعني أبا برجوليه.
أنا مغصور على الاخر برجولية حاجتي ب 500,000 طيح قوم تكربس 500,000 دي سي لاندي بقدرة ربي تكون عندك. باهي باهي انت وينك تو؟ انا جست انا عندي قضية باهي عندي شوية قضية لهنا 500 تحب عندي شوية قضية تخزرني من بعد ما حكيت 8:30 تعدي لي للحومة تقني بحثها في الدار ولا في القهوة كالعادة عديهم لي برس أمك يا رمسي. تمام وغادي ونجيك مرة لفاتة يساحي تبذبت غاديك حاجتي بيت يكونوا عندك يا رمسي مريق الطان مدك أنا نورمال وأول جمعة في عقلك رجل أنا لا تربح يا رمسي ما تجيش عبد ما تجيش وتوصل عمره زادة وعبدي لي غناء يا حاج استنى استنى لحظة لحظة شكرا رمزي هل تعلم تحية ليه بصراحة خاطر هنا نعرفه رمزي سوفيان باش نسألك سؤال محرج سلفت وانا فهمت الحكاية سلفت من عنده قبل وما خلصكش تسلفت من عنده قبل وما رجعتلوش لا ولا لا قال علاش قال لك ليه هو قال وي ماليش كلمه السر اللي قلتها له سيت كوم بدل سيت كوم لا عندي كان عندي بيها الشك مات ولا باش يخدم في سيت كوم بديت له كلمه السر انا فهمتي هي هذه باهي هذه هي الدنيا يلا عملنا العقوبات مازالوا عنا ثلاثة دقائق فقط كل واحد يختار يفرحني ينرفزني باش نوصلوا فاصل وبعد نبداو في البرمجه اليوم